من ضمن المسلسلات اللي راح تنعرض على قناة الراي مسلسل هو بالأساس رواية، وهذه الرواية انتشرت بشكل كبير إلين ما تحدد أن رمضان 2017 راح تتحول الرواية إلى عمل درامي. الرواية تتكلم عن شخصية اسمها إقبال. شخصية إقبال معلمة طموحة، صار الأكشن اللي يصير داخل البيت مع عيالها، النكران والجهود، لين تقرر بشكل مفاجئ إقبال أنها تنتقل من حياتها إلى جزيرة بيلتشة. شوفوا كواليس مسلسل إقبال يوم قبلت القديرة هدى حسين. المسلسلات إقبال يوم أقبلت، رواية للكاتب الدكتور حمد الرومي والإخراج الأستاذ منير الزعبي. القضية التي سنتكلم عنها في رواية أو في مسلسل إقبال يوم أقبلت يمكن موضوع لم تتطرق له الدراما الكويتية كثيرا، وهو المعاناة من مرض مزمن تعاني منه إقبال في هذا العمل. وقبالي قبلت البيت. هل أمك من جايبة؟ وش دراني؟ أنا ما أبي أطلع بشكلي طبيعي اللي راح أكون أو الشخصية اللي راح تطلع في المسلسل، وآمل إن شاء الله أن في رمضان راح تشوفوني بشكل مختلف كل يوم. لما كلمني أستاذي وأخي منير الزعبي أني أنا أشارك معاهم لم أتردد ثانية، لأن أنا عارف أستاذ منير شنو يسوي حق أي شخصية هو يطرحها لي. الله يتب كل عيوبه، أنا أدري أنه هو من داخله طبيعي. وصلت لمرحلة قلت أني ما أبي أشرح عليه كلش، استحال تعبت وأنا أتعامل معاه أنه مريض نفسي. العمل تأليف الدكتور حمد الرومي، طبعا عمل راح تشوفون شيء مختلف، شيء جديد. أنا أول ما قريت النص كلمت الدكتور حمد قلت له أنت وديت الدراما الكويتية بمكان جميل حلو فاقدينه. سافروا، خذوا اللي قدروا ياخذونه وسافروا. العمل يصور لك الكويت خلاصة لثقافة كويتية أدبية فكرية، فالحلو في العمل هذا أنه اعتبره ملحمة إنسانية وطنية ثقافية فكرية ينبع من أرض الكويت. يما قبال، قبال، قبال. شخصية خزنة اللي أنا أمثلها يعني شخصية جدا غير، أول مرة يمكن أنا أشتغلها بحياتي، ولكن حالة إنسانية جدا خاصة. أنا بفهم أنت شلون ترد لها الفلوس كذي باردة مبردة؟ انتظرونا في مسلسل إقبال يوم أقبلت على تلفزيون الراي. الحين بيترحبون معاي بأبطال مسلسل إقبال يوم أقبلت أكيد الأستاذة هدى حسين ومخرج العمل الأستاذ منير الزعبي، حياكم الله. على هير راح تبون نار راح تجيب لي زوجكم. يا هلا مرحبا، سالك الله بخير، هلا مرحبا، حياكم. شكرا شكرا شكرا. اللوكيشن بدلعكم. ايه دلعني. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. ندري بقناكم شوية من أجواء التصوير بس لازم تشرفونا أكيد بحفل الرأي، الجمهور كله ناطر. نتشرف ولا نستغني عنكم، وإحنا ننتظر هذه دائما التجمعات الفنية الجميلة، وشكرا لتلفزيون الرأي. فعلا مباركة السالة هدى. إحنا شفنا في لأول مرة صور في مسلسل إقبال، كاركتر إقبال اللي شفناه العجفتين والشامة والسمار. دكتور حمد الرومي بدأ برواية أو مسلسل إقبال يوم أقبلت منذ أن كانت 6 سنوات إلى أن توصل تقريبا لمرحلة 70 سنة.
نشوف إقبال من طفولتها وذكرياتها إلى أن كبرت، إلى أن تعلمت في الخمسينات لنقول النهضة النسائية اللي بدأت تتعلم في مصر وتحاول أن تكسر العادات والتقاليد، إلى أن صارت معلمة ثم صارت وكيلة مدرسة وصارت مديرة، إلى أن تصاب بمرض الباركنسون شلل الرعاش وتواجه تحديات كثيرة في خصوصيتها مع زوجها، في بيتها، مع أولادها، وحتى في مجتمعها. شو تسوي إقبال؟ تستسلم أو تستقوي على هذه الظروف كلها؟ أستاذ منير، احنا يمكن شفنا الأستاذة هدى قاعدة تتكلم على تفاصيل العمل، من ضمنهم مرض الرعاش، بعيد الشر على كل الموجودين، فهل هذا الشيء احنا راح نشوفه في رمضان، تفاصيل المرض، خصوصا انه يشكل مثلا هزة في الايد وبشكل، يعني هل هذا الشيء راح تنقلونه للمشاهد؟ ايه هذا الشيء موجود، لان الدكتور حمد الرومي قاعد لنا قاعدة، يعني ايه اهتمينا بوايد تفاصيل بالشخصية. راح تشوفون الملكة هدى حسين بشكل مختلف بهذا العمل، وأنا يمكن هذا رابع عمل يجمعني مع هدى حسين. أحب كل عمل أطالعها بالمونتر أشوف غير عن العمل اللي قبله، فالحمد لله من الأعمال تلو الآخر. هذا العمل راح تشوفون هدى حسين بشكل مختلف، أنا مستمتع لما قاعد أشوفه على المونتر، كنت حريص أني ما أشوف هدى حسين، أشوف شخصية مختلفة عما قدمناه قبل، وشفت هالشيء بكل تفاصيله، لأن هي من الفنانات اللي تهتم بأدق التفاصيل. إيه قعدت لي قاعدة يعني. شلون؟ لكن أعرف هالتفاصيل. شنو التفاصيل؟ إيه يعني حلو، يعني لما حتى نصورنا المرحلة القديمة، المرحلة، لأن العمل يمر بحقب زمنية، نبتدي من سنة 52 لغاية ما نوصل لألفين وحداش، فكانت وايد حريصة على الأزياء، على المكياج، على اللبس. وأنا أوعد الجمهور إن شاء الله مثل ما قدمنا كل سنة عمل مميز مع النجمة هدى حسين، إن شاء الله السنة هذه نكون قد الثقة ونقدم شيء مختلف. راح تشوفون النجمة هدى حسين والفنانين ويانا بشكل مختلف بإذن الله، ونقدم عمل يليق بتلفزيون الراي. أنا رابع سنة على التوالي مع تلفزيون الراي، فإن شاء الله هم نقدم لهم شيء حلو. أكيد ناطرين إبداعكم. سعادة هدى، من ضمن سياق القصة أن في تصوير في جزيرة، رحتي فيلتشا ولا ما رحتي لها للحين؟ على فيلتشا رحتوا فيلتشا ولا بعد؟ لا لسه ما رحنا فيلتشا، الأسبوع القادم بنروح فيلتشا، ننطر الجو بس يهدى شوي. الشخصية إقبال نفسها نبي نعرف عنها بعض الأشياء، يعني هل راح نشوف تقلبات بالشخصية؟ كل ما سترى إقبال في كل مراحلها العمرية، يعني أنا طبعا ما أقدر ألعب 6 سنوات يابا وطفلة تشبهها، أنا أخذت دور الأم، لكن أبدأ مع إقبال من 25 للسبعين. ليه سبعين سنة أبدأ معها. إقبال بالنسبة لي صعب جدا الدور، بعمري ما لعبت مثل هذه الشخصية، وفي تحدي كثير لنفسي في هذا العمل. مثل ما هو يقول هدى قعدت لي قاعدة على التفاصيل، وهو أيضا والدكتور حمد الرومي نفس الشيء، مراقبين كل صغيرة وكبيرة في حركتي في إيماءاتي، بالذات بعدين لما تصاب بالباركنسون. يعطيكم العافية وناطرين إبداعكم في رمضان. مرسي مشكورين. شكرا يا حمد، شكرا. الله يسلمك حبيبي، يسلمك.